يعني الناس دولت زي ما يكونوا هم مسلمين بس ما يعرفوش عن اسلامهم حاجه. علمني سياسه بلدي، وان لما حد يتكلم معايا اعرف هو كلامه صح ولا غلط. بنتدرب على الحياه السياسيه اللي بتخلي عندنا وعي سياسي بحيث ان احنا نواجه الجنب الثاني من الجماعات المتطرفه. الوعي السياسي بالنسبه لنا كان اداه مهمه جدا 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 في محاربه افكار كتير جدا. بنشتغل على مكافحه الجريمه وازاي نقضي على الافكار المتطرفه. خلى عندي وعي سياسي بحس ان انا محدش يضحك عليا. بيفهمني سياسه دولتي والمجتمع اللي حواليا عشان محدش يجي يضحك على عقلي بحاجه انا مش عارفها. خلونا نتفق ان ابن الاخوان بيتربى جوه عيلته على انه يطلع اخوان. مش من المنطق والعقل ابدا اننا ممكن نتخيل ان طفل نشأ في عائلة اخوانية او حتى مؤيدة ليهم انه هيطلع بيحب الناس والمجتمع والبلد لما يكبر. اهله عمرهم ما هيسمحوا له بكده، بل ومن الممكن اننا نزيد الكلام في الموضوع ده لما نتذكر شغل الكتاتيب والحضانات اللي في السر انهم نفسهم يربوا كل طفل على افكارهم مش بس ولادهم، واللي كنا كل فتره ممكن نسمع ان الامن مسك حاجه زي كده لان الاخوان فكره. ومش من العقل ابدا انك ممكن تصدق انهم ممكن يتخلوا عن فكرتهم مهما طال بينا العمر. يعني كل واحد منهم دلوقتي هيفضل يربي ولاده على نفس الفكره ويكبروا وينشأوا جوه مجتمعنا. طيب ده هيتطلب ايه؟ هيتطلب ان قصاد كل طفل بيتربى جوه الاخوان على الشر ان يتربى طفل قصاده الناحيه الثانيه من ولادنا على الخير وحب الناس والبلد، وده اللي انا جايبه لكم النهارده. جبت لكم اطفال الدوله بتعدهم من وهم صغيرين على كده من خلال حاجه اسمها برلمان الطلائع، اللي يعتبر فيه اصغر اعضاء برلمان يمكن على مستوى العالم كله، بيتدربوا فيه على السياسه وخدمه الناس وبلدهم. تعالوا نشوفهم ونرجع تاني. احنا بنتدرب على ان احنا نكون مسؤولين وان احنا نمسك الاحوال الاقتصاديه، اصل هو برلمان شبه برلمان مجلس الشيوخ وباقي البرلمانات ديت. واحنا وكمان احنا بنتعلم ان احنا نتشاور في قبل ما ناخد قرار، وبنتعلم المسؤوليه ان احنا نكون مسؤولين، بس مش مسؤولين عن صح اخونا الحاجات ديت، بس احنا مسؤولين عن حاجات كبيره. علمني سياسه بلدي، وان لما حد يتكلم معايا عن سياسه بلدي اعرف هو كلامه صح ولا غلط. بنتدرب على الحياه السياسيه اللي بتخلي عندنا وعي سياسي بحيث ان احنا نواجه الجنب الثاني من الجماعات المتطرفه وجماعات الارهاب. بيفهمني سياسه دولتي والمجتمع اللي حواليا عشان محدش يجي يضحك على عقلي بحاجه انا مش عارفها. وبيخليني عندي ثقه اني اتكلم قدام اي حد مسؤول وكبير. يعني بما ان برلمان الطلاع هو محاكاه لمجلس الشعب، فاحنا ببساطه شديد بناخد نفس القضايا بياخدها مجلس الشعب ونبتدي احنا كمان نبتدي نناقش. فده بيبتدي يخلينا بقى نتعرض لمعلومات عن البلد سياسيه، نبتدي بقى نعرف بقى تصنيفها الائتماني، نبتدي نعرف المشاريع اللي عملتها الدوله بشكل عام، نبتدي نكون احنا بقى وجهه نظرنا الخاصه بقى، واللي بتساعدنا في ان احنا نقدر نبقى قيادات في المستقبل. بنشتغل على مكافحة الجريمة وإزاي نقضي على الأفكار المتطرفة، وبنشتغل على أمن الدولة الداخلي والخارجي. أكيد خلى عندي وعي سياسي بحس إن أنا محدش يضحك عليا ويقول لي حاجة أنا أصلا ما أعرفهاش ويقنعني بيها. يعني لازم يكون عندي أمر في دماغي إن أنا عارف أعمل إيه وأروح إزاي وأجي منين. انا دلوقتي كنت عايزة اتكلم عن الاخوان. دلوقتي هي ليهم فكر متطرف عن فكر المسلمين، ولكن وهم في الحقيقة ديت من زمان، وهم مع الدول الكتيرة وفي مصر. وكمان من الدول اللي كانت بتزيد فيها الارهاب كان بيزيد فيها المشاكل، بتزيد فيها مشاكل القلق. يعني الناس دولت زي ما يكونوا هم مسلمين بس ما يعرفوش عن اسلامهم حاجه. الاخوان هم افكارهم متطرفه وفكرهم غير فكر المسلمين خالص، وهم اصلا عايزين يدمروا دين الاسلام، وان هم اصلا افكارهم الصحيحه. هم واخدين ايه؟ هم فاكرين ان الاسلام ده حاجه تانية، ومفكرين بقى ان احنا اللي غلط. انا كعضو برلماني بتدرب على الحياه السياسيه، بعرف اكتر عن انظمه الحكم، دور كل وزير، الحاجات اللي انا ما كنتش اقدر اعرفها كمواطن طبيعي. بقدر اعرف واجباتي ايه كمواطن، او حقوقي ايه على الدوله، اقدر اعرف عن بلدي يعني اكتر مما كنت متخيله كمواطن. احنا بنهتم بقضايا التعليم زي مميزات التابلت وعيوبه، وازاي نستخدم المنصات الالكترونيه اللي الوزير عاملها. الوعي السياسي بالنسبه لنا كان اداه مهمه جدا
جدا جدا في محاربة أفكار كتير جدا. احنا اتحرمنا من الحريه بقالنا فتره كبيره جدا، وكان في مصر فيها اضطرابات كتيره جدا، ولكن احنا الحمد لله بدانا نقوم دلوقتي. فاحنا مش عايزين يبقى في نزاعات لا داخليه ولا خارجيه، احنا اهم حاجه عندنا ودي سياسه مصر من ايام محمد علي ان كانت السلم لا اكثر. احنا بنعمل جلسات حواريه بنواجه فيها وبنقول فيها القضايا اللي بتواجهنا في المنطقه بتاعتنا او في اي منطقه شايفين ان في حاجه لازم تتصلح في الوقت دوت، وبنقدم ليه اقتراح برغبة او طلب احاطة او سؤال ايا كان على حسب الموضوع اللي احنا بنقدمه. احنا بنتعلم في برلمان الطلائع ازاي نهتم بقضايا الشباب والامور اللي بتواجههم في مشاكلهم وفي حياتهم. انا دلوقتي الصراحة حبيت مصر من البرلمان ودوت حصل علشان انا عرفت كتير عنها من البرلمان، حسيت زي ما اكون مسؤولة عنها. انا فهمت مصر من البرلمان، فهمت اقتصادها وسياستها وازاي الناس عايشه فيها وبنعمل صفقات ايه مع البلاد التانية. احنا كبرلمان طلائع جلساتنا بتتم ان احنا نقدر نناقش مشاكل الناس، بنتكلم مع مسؤولين، احنا كبرلمان نقدر نوصل معهم كمواطن عادي، احنا صوتهم نقدر نتكلم معهم، فدي كمميزاتي كبرلمان طلائع. بنواجه مشاكل الصحه والمستشفيات، المشاكل بقى مع الناس المصابين بكورونا والناس اللي رايحة تعمل اللقاح. أنا دلوقتي كان في مشكلة بتضايقني في مصر، وهي صراحة يعني من زمان الزمان وفي كل الدول، مشكلة النظافة. مثلا واحد بيقعد في مجلس زي مجلس بيجهز فيه في حاجة، فيروح كده مثلا معاه منديل بينشف بيه حاجة ويرميه. لا، احنا المفروض نوعيهم ونخلي فيه اقتراحات صارمة لأنهم يحطوها في الزبالة. يعني انت هتخسر ايه لما تقوم وتحطها في الزباله. جات لنا فكره ان احنا نعمل مرجع الكتروني او ويب سايت الكتروني، اي حد يقدر يخش يسالنا سؤال او ان هو يبحث عن المرجع ذات نفسه، بحيث ان كل حاجه تبقى قدامه ومتلخصه يقدر يبحث عنها زي ما هو محتاج. كنا في الاول عايزين نعمل المرجع دوت PDF، ولكن بعد كده قررنا ان هو يبقى ويب سايت لاي حد يقدر يخش ويجيب المعلومه. مطالبنا في برلمان الطلائع ان احنا شغلنا يبقى بيفيدنا كمان في الدراسه، يبقى لينا نقط، يبقى لينا امتيازات بدخولنا هنا، هو ده هيحفز برضو بقية الطلبة. البرلمان بيوعي الأطفال من الناحية السياسية وبيديهم تاريخ ونشأة الأحداث السياسية، وطبعا أكيد في وسط الموضوع ده بيدرسوا تاريخ الإخوان وبيعرفوا هم جم منين وإيه مبادئهم، ومن خلال شغلهم في لجان البرلمان المختلفة اللي هم 25 لجنة الموجودين بيقدر يدرك الدولة بتقدم له إيه في كافة الجوانب، في الدين، في الثقافة، في العلم، في المواصلات، في الاقتصاد، في الزراعة، في كل الجوانب، بحيث انه ينشأ الطليع دوت على انه واعي بقضايا بلده. محدش يقدر يجي يقوله ان مصر ما بتعملكش كذا، لا، هو بيبقى عارف يرد وعارف يوعي. الانتخابات طبعا السنة دي انتخابات كانت 2021 كان ليها طبع خاص على يد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والاشتراك مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بقيادة أستاذة رندا البيطار، عملنا انتخابات إلكترونية، انتخابات أونلاين. دول بعض الأطفال اللي بيتم إعدادهم من سن 10 سنين، ولسه في أطفال كتير تانيين، ولكن دول نموذج منهم فقط، وده لما نشوفه بيدينا إحنا أمل إن الدولة صحية وفهمة كويس جدا إن اللي قتل وخرب اتربى وهو طفل على إنه يقتل ويخرب، وإن الإخوان فكرة عمرها ما هتموت، هتتنقل من جيل لجيل، ولكن هتفضل فكرة بلا قيمة لما يكون عندنا أطفال زي اللي شفتوهم النهاردة. أشوفكم على خير.